واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13، 14، 15 سطر في صفحة المصحف. وده واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست كلمات في السطر تقريبا كده يعني. ده واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 34، 35، 40 تقريبا. عدد الحروف في السطر الواحد في المصحف 40 حرف. 40 حرف في سطر المصحف. استنوا كده، طب مش هي الحسنة ب10 أمثالها؟ يبقى 40 في 10 أو 400 حسنة في السطر الواحد. طب احنا عندنا قلنا كده 15، 40 في 15، واللي يطلع نضربه في 10 حسنات. الله، تعالى 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 تعالى، بعد الفيديو ده مش هتبطل قراءة في المصحف، تابع معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة معادنا مع الحلقة 19 من سلسلة رمضان بداية جديدة. عنوان حلقتنا النهاردة: بعد الفيديو ده مش هتسيب المصحف من ايدك. تعال بقى ونقول لك ليه. هنحسب هذا المصحف، ده كتاب الله. ادخل كده معايا، تحيي صفحة، ده مصحف اللي هو بتاع مجمع الملك فهد. عد السطور، 1، 2، 3، 4، هتلاقيهم 15 سطر، تمام؟ 15 سطر في كل صفحة. كل سطر متوسط عدد الحروف في السطر الواحد 40 حرف. يعني عايز تقول لنا ايه يا عمنا؟ تعالى بس قبل ما اشرح لك الحتة دي نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا، مش كلمة ولا سطر ولا جزء ولا ربع ولا حزب، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف. ألف لام ميم اللي هي في بداية سورة البقرة، لما بتيجي تفتح كده سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم دي حرف ولا كلمة ولا؟ شوف النبي بقى بيوصفه بيقول ايه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى الثلاثة بثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، 30 حسنة عشان قرأت ألف لام ميم. الحديث رواه الترمذي. تعال بقى نطبق الكلام ده بالأرقام عشان احنا هنتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. أنا عارفك مش هتدخل أي حاجة لما تحسبها أنا كسبان ولا خسران. تعال بقى، عشان أنت هنا مش هتخسر أبداً، ده أنت هتكسب مكسب فوق ما تتخيل. قلنا إن عدد الحروف في السطر الواحد متوسط 40 حرف. طيب نحسب القلم وهذا الورق. 40، الورقة دي مليانة. 40 في 10 حسنات يساوي كام يا عمنا؟ ها؟ شاطر، 400 حسنة. 400 حسنة في السطر الواحد. حلو الكلام؟ زي الفل. قلنا عدد السطور كام؟ 15 سطر، يبقى 15، وقلنا السطر فيه 40 حرف، يبقى 15 في 40 هيطلعوا 600 حرف. في الصفحة الواحدة هيطلعوا كام؟ 600 حرف. قلنا الحسنة بعشرة أمثالها، يبقى 600 في 10 يساوي كام؟ 6000 حسنة في قراءة صفحة واحدة من المصحف. شفت أنت كسبان قد إيه؟ الصفحة دي هتاخد منك إيه؟ دقيقتين؟ ثلاثة؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ 6000 حسنة في قراءة صفحة واحدة من المصحف. قراءة السطر الواحد 400 حسنة متوسط. مين الكسبان؟ طيب مين الخسران لو ما قراش؟ شفت الشيطان وديك فين وخسرك قد ايه؟ تعالى معايا حاجه بقى كمان، هقول لك ارقام احصائيه بعدد حروف السور وعدد الحسنات اللي هتاخدها منها ان شاء الله. اول سوره في المصحف هي سوره ايه؟ الفاتحه. عارف سوره الفاتحه كم حرف؟ سوره الفاتحه عدد حروفها 139 حرف. اضرب في 10، ها؟ 1390 حسنه لو قرات سوره الفاتحه. سوره الفاتحه بالقراءه العاديه مش هتكمل منك 20 ثانيه، بالكثير نص دقيقه. في نص دقيقه تحصل 1390 حسنه. شفت انت الشيطان مخسرك قد ايه؟ راجع نفسك في ده، جبال حسنات، راجع نفسك من الوقت. النهارده لسه 19 رمضان، الحق عوض اللي فات. لو كل يوم ثلاث اجزاء هتعمل ختمه ان شاء الله. شفت كم الحسنات؟ طب تعالى كده سوره البقره فات ده، عدد حروف سوره البقره 25613 حرف. رقم مهول، ها؟ 25613 في 10، ها؟ حط الصفر على طول من غير ما توجع قلبك، 256000
130 حسنة بقراءة سورة البقرة بس، مش المصحف كله. نراجع نفسنا ونرجع نفتح مصحفنا تاني، ولا نسيب الشيطان شغال؟ طب خلاها كمان شوية، أنا تعبان الوقت. طيب اما يبقى أصلي بس العصر، وبعد العصر بقر، ونيجي بعد العصر يوم ما أخرك عن صلاة العصر، وبالتالي احنا دخلنا على المغرب مانش قادر مصدق. بعد ما افطر، بعد ما افطر لا ده أنا تقلت، محتاج كوباية شاي توزن الدماغ، وهيفضل وراك يضيع اليوم، ولو ضاع يوم هيضيع التاني وهيضيع التالت. ابدأ من الوقت وعوض اللي فات، تلات أجزاء في اليوم إن شاء الله، على بال ما توصل للتلاتين أو التسعة وعشرين على حسب الرؤية تكون ختمت المصحف من جديد. طيب غير الحسنات في فايدة كمان، أنت عايز فوق المكسب 100 مكسب، هديك ال 100 مكسب كمان، مش أنا اللي هديك ده ربنا سبحانه وتعالى. تعالى كده نشوف فوق جبال الحسنات اللي هتاخدها من تلاوة القرآن هتاخد إيه كمان. أنا عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال: أيشفعان؟ كسبان ولا خسران؟ هتقول لي ماشي يا عم، أنا راجل على قدي وقرأتي ضعيفة وبقرأ المصحف بصعوبة وتقيل علي قوي. أقول لك تعالى يا بختك، ده أنت لك أجرين مش أجر واحد. أيوة لو بتقرأ بصعوبة لك أجرين. تعالوا نشوف السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أقول لك حاجة كمان، ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لمن يشاء، الحسنة بعشر أمثالها، ده الحساب الطبيعي. في بقى ناس كده إيه ربنا بيضاعف لها، والمضاعفة بتيجي إمتى؟ يعني الواحدة باتنين، ما هي بعشرة ما أنا كسبان. لا هيضاعف عند الواحد ولا هيضاعف عند العشر. اسمع بقى قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى الإجمالي كام؟ 7 في 100 ب700. تمام؟ وصلنا لل 700 اهو. ها؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. تعالى كده بيت الآية: والله يضاعف لمن يشاء. متى تأتي المضاعفة؟ لا هي بعد الواحد ولا هي بعد الاثنين ولا بعد العشرة، ده بعد 700 في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. والله يضاعف لمن يشاء، المضاعفة بعد 700. يلا ما تكسلش، اغلب الشيطان وافتح مصحفك واستقبل جبال من الحسنات، تقبل شفاعة القرآن يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. يلا كل عام وأنتم بخير، ما تنساش شير في الخير والدل على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.